الفنانين في كربلاء إلى ندوة للشكوى من سيطرة الجانب الديني والسياسي على المحافظة، بما أسهم في زيادة تهميش شريحتهم كما يقولون، لافتين إلى أنهم باتوا يفتقرون حتى إلى مكان يتجمعون فيه بسبب النظرة السلبية تجاه الفن. للأسف أنه المسؤولين في المحافظة أقول قد يستنكفون أو تشمئز نفوسهم من كلمة فنان. أكو بعض المسؤولين أو السياسيين يعني يتقبلون الوضع الفني، أما الأكثرية مهمش الفنان. أكو كانت نشاطات، أكو كانت مهرجانات تصير، فما أدري نقول عجز النقابة هنا عندهم أو فعلا مثل ما قلت الوضع الديني ولا هاي، بس أنا أقول سابقا كانت تحدث مهرجانات، حتى حدثت في مرة مهرجان للغناء الريفي. ويقول فنانو كربلاء أن سياسي المحافظة مبتعدون عن الأوساط والتجمعات الثقافية، ويعتبرون أن هذا البعد يحدث شرخا كبيرا في العلاقة بين السياسة والثقافة، بما يؤدي إلى تجريد المدينة من محتواها الثقافي الكبير. ابتعاد السياسيين عن الحياة الثقافية بمجملها برمتها، بحيث أنه لا يوجد سياسي يهتم بجانب ثقافي بجانب فني. هو هذا اللي حزب النفس، يعني احنا ندري الامم يعني تتقدم بمسرحها بفنانينها، ونشوف العكس بالوقت الحاضر. ولم يكن رد السياسيين على هذه الاتهامات اكثر من تذكير للفنانين بانهم حصلوا على الحرية بعد تغيير النظام السابق، مطالبين الفنانين بالتركيز على الانتاج الفني والثقافي فحسب. نأمل من اخواننا انه يتوصلون الى رفض المسيرة الحالية بالماضي التليد، ومدى تسمع هاي الأصوات العالية، ترى هذه مفخرة من مفاخر التغيير اللي احنا الحمد لله. وهاي الأصوات كنا مكممين الأفواه وكنا نخاف نحكي ليسمعونا، أما الآن دا نصيح، هذا واحد من الأخوة اللي دا يصيح ولكن السمع قليل. ويقول فنانو المحافظات التي تتميز بالطابع المحافظ أنهم يواجهون نظرة سلبية للفن غداها الساسة، وبعض رجال الدين جعلت نشاطاتهم تنحصر في التجمع وتقديم عروض للنخبة لا تصل إلى الشارع، الذي بدأ بمقاطعة الأنشطة الفنية والثقافية التي لا تحمل صبغة دينية.